يعني طبعا احنا اتكلمنا في تفاصيل كتير تخص اللقاء المرتقب بين الاهلي وكايزر تشيفز، ولكن يمكن لسه ما وصلناش بقى للحته بتاعه توقعات حضرتك للتشكيل مثلا اللي هيلعب بيه النادي الاهلي في هذا اللقاء، والطريقه اللي متخيل ان ممكن موسيماني يخلي اللعيبه يلعبوا بيها. يعني اولا يمكن لازم نشيد بحاجه حاليا دلوقتي في الفتره دي، ان احنا بنمتلك الحقيقه حوالي من 20 ل 22 لعيب في كل مراكز الحقيقه الملعب، اثنين لعيبه او ثلاثه لعيبه كمان في كل مركز على فورمه عاليه جدا جدا جدا، يعني صحيح. من فتره كبيره جدا ما وصلناش الفورمه دي. يعني لما نيجي بنتكلم الحقيقه على طبعا الشناوي، طبعا معاه علي لطفي ومعاه شوبير مصطفى شوبير، الباك اليمين طبعا انا في رايي ان اكرم توفيق حجز المكان دوت، وحجز المكان ده كمان يعني في منتخب مصر كمان مش في النادي الاهلي بس، في الحته بتاعت الاثنين مساكين في بدر بانون وفي ايمن اشرف، اللي الراجل الحقيقه بيثق فيهم بشكل كبير جدا في كل مباريات، هم جادرين بالثقه دي طبعا يعني. طبعا والاثنين طبعا يعني رضاك عاملين مستوى عالي جدا معاهم، طبعا ياسر ابراهيم الحقيقه نفس الحكايه كل ما بيحتاجه بيلاقيه ياسر ابراهيم، يعني عنصر مهم جدا كمان مع ايمن ومع بدر بانون. طبعا علي معلول ما فيش طبعا خلاف عليه ان هو طبعا مفتاح لعب ناحيه الشمال ومن اللعيبه المهمين جدا جدا في اداء النادي الاهلي، ثبات دائم في المستوى طبعا، ومن اللعيبه اللي عاملين ثبات في المستوى كمان طبعاً. ودي كمان بتبقى حاجه كويسه قوي. الاثنين الديفندر هو يلعب طبعا 4 2 3 1 اعتقد، هيبقى في اليو ديانج وفي السوليه طبعا، لو حمدي فتحي نفس الحكايه لو دخل مكان حد فيهم برده ما عندناش اي مشكله خالص، لكن هو اكيد هيلعب باليو ديانج وهيلعب بالسوليه. الثلاثه اللي فوق هيبقى حسين الشحات ناحيه اليمين، وقفشه طبعا اللي هو انا بعتبره يعني من افضل اللعيبه اللي موجوده في المسابقه، وكمان انا في رايي كمان ان هو لو نيجي حتى بنعمل اختيار لافضل لعيب على المستوى الافريقي في المحليين، اعتقد ان قفشه هتبقى ما بين قفشه ومحمد شريف، لانه ليه كذا دور، هو بلاي ميكر رائع، هداف برده رائع، يعني بيدافع برده، بيتحكم في رتم اللعب، بيعمل استحواذ، باصات هايله، طبعا لا عامل كل حاجه صح يعني قفشه. وبعد كده هيبقى ناحيه الشمال لو انا في رايي لو طاهر سليم ان شاء الله يبقى طاهر بادئ، وطبعا محمد شريف اللي هو انا بعتبره من افضل المهاجمين اللي موجودين في افريقيا حاليا في الدوري كلنا والله.